حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما أخرجه مسلم في صحيحه فكذلك أخرجه أبو داود والنسائي، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان. وقد استفاد بعض العلماء من وجود فراش للرجل وفراش للمرأة من أن الأفضل أن ينام وحده، وأنه لا ينام مع زوجته خيفة من أن يطلع أحدهما على شيء يسوءه فتتكدر الحياة بينهما. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال: إذا دعاها إلى فراشه. والصحيح في هذا أنه يجوز الأمران، لكن الكلام من حيث الأفضل، والأفضل كما قال النووي رحمه الله وهو ظاهر فعله صلى الله عليه وآله وسلم، الأفضل أن يبيت معها في فراش واحد كما هو حاله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأحاديث المذكورة هنا عن الفرش ولا يعني أنه لا يكون معها في فراش واحد، فقد يكون فراشها وفراشه ملتصقين. وأما حديث إذا دعاها إلى فراشه فهذه إضافة ملك وليس إضافة انفراد عنها. فعلى كل حال يجوز الأمران، والأفضل ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم من المبيت مع زوجاته، اللهم إلا إن وجدت حاجة مثل أن يكون أحدهما مريضا أو أن يكون هناك عذر فينفرد أحدهما عن الآخر. والحديث كله مصبه على الأفضلية فقط، والأفضل هو ما ذكرناه سابقاً.